كل سهوله غادي نحطو معنا وغادي نديرها تخدم واحد تقريبا واحد نصف ساعه. السلام عليكم خواتاتي الغاليات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وما نقصكم حتى خير. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو هذا وانتم كتمتعوا بكامل الصحه والعافيه بحول الله. فيديو جديد كيف ما شفتوا، واحد الروتين اللي هو زوين بزاف. الناس اللي عندهم الرائحه في الغساله ديالهم ان شاء الله غادي نعطيكم واحد الحل اللي هو زوين بزاف. والكيكه ديما كيكه شي نقولوا شبه صحيه، ما فيهاش السكر وما فيهاش الدقيق ديال الفرز، شي حاجه اللي هي زوينه بزاف، كتجي خفيفه وكتجي معلكه بهذه الصلصه هذه وبالمكسرات، جميع انواع المكسرات. المهم بقاو معايا تشوفوا الطريقه ديالها. وغادي نصوبوا ايضا الدنجال مشرمل بواحد الطريقه اللي هي زوينه في الكوكوط، كيجي لذيذ، رافقوا به الاطباق ديالكم كيف ما يمكن نستعملوه. نبداو ان شاء الله بالصلاه على النبي، اللهم صلي وسلم على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. بالنسبه غادي نوري لكم كيفاش الجلده ديال الماكينه ديالي، راه خليتها موسخه ولكن غادي نوريكم الطريقه باش كنظفها وغادي نحيد حتى هذا. صافي غادي نوريكم، ها نتوما شوفوا كلشي، هادشي غادي نشارك معكم. غادي نوريكم كيفاش كتحيد هذه، كنوطو على واحد اللعيبه كاينه هنا وكتحيد بسرعه حقيقه، ما موسخش بزاف وراه شحال هذه من قبل الصيف ما غسلته، علاش؟ حيت ما كنديرش فيه الصابون، الداخل غيكون موسخ شتو. صافي شارك معكم الوصفه اللي كندير لها ولا الخلطه اللي كتنقيها. لا هي هما البيضان اللي حيدت داك النهار وغسلتهم، راهم كيشعلوا ورديتهم ساهلين. وحتى هذه بالنسبه لهذه بانت لي هذه بزاف الاخوات كيسولوا عندي لا مارك بيكو، ها هي اقتصاديه وكانت كان فيها تخفيض، هذه شي 4 سنين ولا 5 سنين كان فيها تخفيض وخديناها بشي 46000 ريال ولا. المهم هي هذه وخدامه مزيان، ولكن صافي الجلده ديالها تكلات من التحت. دابا نوري نشاركها معكم واش كتبدل لها جلده ولا لا، مازال غادي نسول. المهم دابا بغيت نغسل غير هذه ديال التصبير ووريكم كيفاش كندير داك المعطر اللي كيبقى فيها وكيعطينا واحد الريحه مده اللي هي طويله بزاف. هنايا غادي ناخذ واحد البانيو، غادي ناخذ هذا اسكرو، هو ديما اللي كنخدم به وكيسولوني بزاف البنات، انا داك اللي كتشربو ملي كيضركم الراس هو هذا، كدير درهم يمكن زوين في تنظيف هذا الاينوكس وكيحيد الريحه الخايبه. ودابا حتى الماكينه حتى هي راه ضرها راسها، غادي ندير ليها واحد الخلطه باش تولي عاوتاني نقيه وتولي خدامه مزيان. غنخويها هنا بلا ما تدقوها، غير ديروا عليها الخل، عرفتي كي كتولي كدوب شتو، غادي نحاول حتى تدوب مزيان. سمعتوا الصوت؟ وغادي نزيد عليها واحد الخمارة، صافي دابا غادي نزيد عليها الماء، هي باش غادي نغسل الداخل ديال الماكينة ونغسل بها هذا المجر ديالها هذا، ونوريكم كيفاش كنحيد منها الكالكير. هادي راه كتحيد، هادي راه كتحيد، أنا ما عمري كاع استعملت هادو، كتكون وحدة ديال التصبين وحدة ديال المعطر. وحده شوفوا راه نقيه ما شاء الله، وراه تبارك الله يعني قبل الصيف وقبل 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 ما عمري غسلتها. هذه بالنسبه غير لهذه ماشي الماكينه، ولا كندوزو في هذا الصابون هذا، ديروا ليغات خوات لي ويحافظوا على يديهم قفازات لهاد الخلطات هادو. ها نتوما راه بسرعه غادي ان شاء الله تنقى حيت ما فيهاش. واستعملوا، حاولوا تستعملوا الغسالات ديالكم هذاك السائل راه واخا شويه هو ماشي اقتصادي بحال المسحوق، ولكن راه اقتصادي في حاجه اخرى، اقتصادي في الماكينه شتو. هذا دابا راه خصو يتحيد، باش غيتحيد غيتحيد غير بهذا الخليط ديال الخل وهذا وهذا الصابون هذا. وكيبقى الا كان موسخ بزاف وفيه ديك الكحوله وفيه بزاف، كديروا جوج ديال الاسبرو وكديروا الخل وداك المسحوق ديال التنظيف، ممكن تزيدوا معجون الاسنان وتغطوه بالماء، تغطوه كله بالماء وتخليوه واحد المده
كيدوز واحد تقريبا واحد 10 حتى ربع ساعه كتلقاو داكشي كيتحيد بوحدو، وكتبقاو كتعاودوا العمليه كل ما شفتوا داك الكالكير وداكشي كتير. صافي من بعد ما غسلت هذا المجر وهذيك هذيك الاخرى اللي شفتوا اللي كتكون وسط المجر، غادي نهز هذا الخليط هذا وغادي ندهنه كله على الغساله، ولكن قبل غادي نزيدها معجون الاسنان باش تزيد تصفيها لينا اولا تزيد ليها في هذاك التركيز ديالها. غادي نحاول نديرو في الجلده لان شفتو قبيله الجلده فيها واحد الطبايع بحال الكالكير، وفي الباب وفي يعني كلها قبل هذا كتبقى اختياريه الا بغيتو، اما راه غير هذيك الوصفه ديال داك السائل راه كافيه، ولكن واحد نضيف عميق ضروري ندير لها الطريقه هذه. وغادي ناخذ واحد الشبيكه هكا وندوز ليها عادي، حاولوا ما تكثروش الماء باش ما تفزق ليناش كاع الماكينه. انا عصرت هذيك الشبيكه وصافي كندوز، ولا كتدخلوا واحد الشيته كبيره الا كانت هذاك البلاصه ديال داك المجر عامره بزاف اولا فيها اللون مبدل، كتدخلوا واحد الشيته كبيره وكتبقاو تحكوا من الداخل ولا يدكم حتى كتنقيوها مزيان. واحد الشيته ديال هاد الشيته ديال السنان هكا تكون صالحه لهذا الاستعمال هذا، وكندوزوا لدوك البلايص الضيقين اللي ما كتدخلناش فيهم اليد، ندوز لهاد الجلده كلها من برا. بالنسبه لمعجون الاسنان راه حتى هو كيصفي هاد الاكسسوار ديال الماكينات كاملين، ديال الفران، ديال الضوء، ديال اي حاجه، وحتى الريحه ديالو راه كتكون زوينه، يعني كيعطيكم واحد الريحه في الغساله ديالكم. بالنسبه لهاد البلاصه هادي كاينه جلده، وكان واحد البلاصه اللي لاصقه في هاد الحديده هادي حتى هي راه اللون ديالها من التحت بيض، الا خليتوه راه كيتبدل كيولي اللون ديالو قهوي، حتى هي ما تنساوهاش. صافي غادي ندوز لها كاع على هاد البلايص كلهم هكا اللي ضيقين وصغيورين بهاد الشيته هادي، وندوز بديك الشبكه حتى هي. صافي وغادي نبقى كنمسحها بالماء وانا كنشلل داك الزيف. غادي نوريكم واحد الطريقه الاخوات اللي عندهم الطبايع هما بحال ديك الكحوله ديال الغموله شاده ليهم في الجلده ما كتحيدش، غادي نوريكم واحد الطريقه زوينه وسهله ديروها غير واحد جوج مرات ولا ثلاثه، وغتبان لكم النتيجه ان دوك الطبايع الكحله ولا الكري كيوليو كيمشيو بحالهم بلا جافيل بلا والو، الماكينه ما نديرولهاش جافيل نهائيا. درت هنا شويه ديال الخل وشويه ديال معجون الاسنان، ممكن هنا في هذه اللحظه هذه تضيفوا بيكربونات الصودا، وكتاخذوا واحد اما توب بحال هذا واما داك الورق ديال المطبخ، كتعمروا هذه البلاصه هذه بداك الخليط وتزيدوا تحطوا هذا التوب ولا الورق ديال المطبخ. انا كنفضل التوب لان داك الكاغيط ملي كيفزك كيولي بحال شكل عجينه وكنبقى عاوتاني كنجمعوا تما، التوب كيجي ساهل. ممكن اذا كانت عندكم فيها المشكل كل هاد الدور وداك التوب كله على ديك تما فين درتي يدي قبيله هكايا، طوروا عليه كامل التوب وهذا المعجون ديال الاسنان والخل، ويمكن تضيفوه حتى بيكربونات الصودا وخليوه تقريبا واحد 10 ديال الدقائق ومسحوه كتولي كتشعل. غادي نمسح ان شاء الله الماكينه ديالي كلها بواحد التوب ناشف ونعاود لها بواحد نقي مشلل ومعصور مزيان. غادي نحل هذه البلاصه هذه اللي هي ضروريه ولو جوج مرات في العام ضروري تحلوها. بالنسبه لهذا المكان هذا اي حاجه طيحتوها في الماكينه الا ما قلبتوش الجيوبه بحال ديال الدراري طلع شي درهم اولا شي مساك ديال الحوايج اولا شي خاتم اولا شي حجره ولا المهم اي حاجه كتكون صلبه كتمشي لينا لهاد البلاصه هذه. ولكن من الاحسن ملي تبغيو تصبنوا قلبوا الجيوبه وقلبوا يعني دوك السلسلات ديال الجاكيطات داكشي كله قلبوه مزيان باش ما يطيحش ويخسر لكم الماكينه ديالكم. المهم هاد الماء هذا كيتخوى هنا في هاد البلاصه، وإلا كنتو كتستعملوا شي مسحوق اللي ما زوينش ولا راه كتلقاوه هنا بحال الكالكير بحال التراب بحال كيكون مجموع واحد الحاجه اللي هي ما زويناش بزاف. انا وكتلقاو الشعر حتى الشعر اللي كيكون طايح في الحوايج ولا كيتجمع وكيتلوى على هاد البلاستيكه هذه. وانا في الحقيقه دائما ملي كنحلها ما كنلقاش فيها لان ديما كنقلب الحوايج واحد الطريقه دقيقه، يعني نقلب الجيوب ونقلب دوك السناس اللي واش شادين مزيان الصدايف الا كانت شي صدفه هكا قريبه تحيد ولا كنعاود المهم كتلصقوها باش ما طيحش وشوفوا راه ما فيهاش. واخا كنزومي هنايا حاشاكم البنات بالنسبه لهذا المكان كيولي زعما داك المكحل غير حيت مجموع فيه، اما هي على العموم راه ما فيهاش شي وسخ اللي هو كثير. شوفوا ضروري كتلقاو شويه هكا، ولكن غالب الاحيان كتلقاو هادي اللي كنغسلها كيلقاو يعني كنشوف بزاف ديال الاخوات كيحلو كتلقاو الشعر ملوي فيها والخيوط وكتلقاو قطع نقديه الا ما قلبتوش الجيوبه الساروت اي حاجه طيحتوها راه تلقاوها تما. صافي غسلتها بالنسبه للنوع ديال الماكينه ديالي ال جي والقياس 6 كيلوغرام، وكتصبن مزيان يعني. وكما قلت لكم في واحد الفيديو شحال هذه سولوه هذاك اللي شرتوها عنده واش كروا ولا موتور،
اخوات اللي بغاو يعرفوا المعنى ديالها، زعما واش ديك الشبكه ديال التصبين واش كدور مباشره مع الموتور اولا كاينه كروه؟ هادوك اللي كتكون فيهم كروه غالب الاحيان كنلقاو فيهم مشكل مع الوقت، كتقطع الكروه، ولكن هذه ديالي الموتور، الراس ديال الموتور هو اللي كيدور الشبكه. يعني ملي تبغيو تشريو الاله ديال التصبين اولا الماكينه الصابون ضروري تسولوا واش الموتور هو اللي كيدور الشبكه. الا كانت بالكروه يعني حاولوا تقلبوا عاوتاني حتى تلقاو الموتور ديال الموتور اللي كتكون مباشره الموتور لاصق في الشبكه. صافي هي من بعد ما غسلتها ونقيتها ورجعت كامله هذاك الشيء الاكسسوارات ديالها ولات كلها نقيه، الجاج هذيك الجلده هذه حتى هي رديتها، هانتوما راه ولات نقيه. دابا غادي نوريكم الطريقه باش كنعطرها. بالنسبه للمعطر ديال الغساله، اولا بعدا غادي نحيدوا لها الكالكير في البلاصه اللي داخله ما بايناش، هذاك الشيء اللي باين على برا درنا ليه الخل ودرنا ليه هذاك الشيء اللي شفتوا الطريقه، هذا اونتي كالكير. هذا راه كاين عندي دابا شي تقريبا فايت 4 سنين كنت خديته، هذه من مرجان، هذه ديال كازينو ديال مرجان، وما غاليش بزاف، يمكن دار شي 30 درهم ولا شي حاجه بحال هكا. هذه غادي نحطها لداخل ديال الماكينه. وبالنسبه للمعطر هذه اكرمكم الله ديال لاشاس، ولكن راه فيها واحد المعطر زوين بزاف، وكندير بها بزاف ديال التدابير بهادي بهاد الكره غير وحده منهم. غادي نحط دابا التليفون في السيبور ونجبد وحده ونوريكم شنو غندير ليها. غادي نحاول نفتحها راه كتحل، وغادي نهز منها غير كره وحده حتى غادي نستعمل ان شاء الله شي وحدين اخرين عاوتاني معكم في واحد التدابير اخرى. صافي غادي ناخذ الزرقاء، هما راه بحال مختلفين شويه في العطر ديالهم. هانتوما هاد لي بول هادو راه ديال المعطر بحال اي معطر كتاخذوه، معطر اللي هو قاسح، هادي راه كتعلق في وسط الحمام اولا في وسط لاشاص وكتبقى الما كيدوز عليها وهي كتطلق المعطر. هادي غادي نحطها في الماكينة ديال التصبين هي وهادي، هادي ما ديروهاش في الغساله ديال المعن وهي فيها المعن، راه غادي تطلع لكم بالعكس داك الكالكير كله غيطلع لكم على المعن، يعني هادي كدار في ماكينه اللي هي خاويه. كل شيء ولا غادي نحطو معها وغادي نديرها تخدم واحد تقريبا واحد نصف ساعه داك البروغرام الصغير، وغادي ان شاء الله تولي نقيه. غندير ليها هذا هو البروغرام اللي كنصبن به الحوايج ديالي كله، يعني هذا الرابيد هو اللي كنخدم به، والتصبين ديالو كيطلع تصبين زوين بزاف. صافي غادي نخليها تصبن راسها اولا تغسل تزيد تطلق لينا داك الماء اللي فيه الكالكير لداخل. ودابا صافي انا ساليت التنظيف ديال الماكينه، غادي ندوز معكم ان شاء الله البقيه ديال الفيديو. ايوا هنا نرجعوا للكوزينه ان شاء الله، نشارك معكم الدنجال مشرمل بواحد الطريقه زوينه. هذه القصه ديال الدنجال، كاين الصغير كاين الكبير كاين هذاك اللون ديالو ابيض. المهم اي دنجال عندكم غير المهم ما تكونش فيه ديك الزريعه ويكون مهبر وزوين. هذا واخا كبير راه ما فيهش ما قاسحش ما فيهش ديك الزريعه. غادي ناخذ واحد القياس ونغسلو مزيان ونحيد ليه ديك هذيك الدوره ديالو، غير دوك الجناب ما تحيدوش ديك اليد كلها. وخديت هنا واحد القياس كبير ديال الربيع تقريبا واحد 3 المعالق كبار، ودرت تحميره. وغادي ندير الثومه بودره، ممكن ديروا ديك الثومه هكا تحكوها ديك اللي طريه، والبزار، وغادي نضيف ايضا شويه ديال الزعتر وشويه ديال القزبر حبوب وزيت الزيتون والملح. صافي هنا ما درت ليهش الحامض، ما بغيتوش يجيني هكا حامض هذا الدنجال هذا، ونخلط مزيان. وغادي بالنسبه لهذه هذه هي الملحه كنت نسيتها، ونزيد واحد جوج معالق ديال الماء. صافي غادي نخلط مزيان هكا، فيه الزيت فيه يعني القيمه كلها ما عدا الحامض اولا الخل ما درتهمش. بالنسبه لهذاك الدنجال غادي نقسمه على 4 ولا على 6 ديال، غدير فيه 6 ديال الفتحات بحال هكا على حسب. الا كان صغير غادي ديروا غير 4، ولا كان شويه كبير هكا. هانتوما شفتوا هذا الدنجال راه ما فيهش دوك الزرار وما قاسحش من الداخل، يعني طري واللون ديالو زوين من الداخل كيبان بانه طري.
صافي، وكتاخدوا هاد الشرموله هادي وكديروا كل وحده كديروا فيها واحد القياس من الداخل بحال هكا. صافي كاع، واخا ما واخا زعما ما تقادوهاش من الجناب بحال هكا اللي كندير دابا، حطوا غير الداخل. ملي كطيب راه كتسيح ديك الشرموله. صافي غادي نعمروها مزيان. داكشي باش قلت لكم في الاول كثروا شويه الربيع باش تجينا هاد القامه هادي كثيره شويه، لان الدنجال كيبغي القوام وراه كيجي زوين. ممكن تصاوب واحد الكميه اللي هي كثيره وتحتفظوا فيه في الثلاجه لمده كتوصل حتى ل10 ايام في الثلاجه، ما كيوقع ليه والو. وديروه في قريعات الا بغيتو، اولا ديروه غير في بوطه هكا ولا في طنجره ديال خاصه بالثلاجه، ودخلوه ليها وتسدوا عليها مزيان، وكتبقاو كتحطوه كمرافقات للاطباق ديالكم. صافي هذا اللي بقى غادي نزيدو حتى هو ندخلوه في وسط شي دنجله هكايا. نهار تكونوا دايرين مثلا الحوت اولا غير السردين، ولا رافقوه بهذا الدنجال، هذا راه كيجي لذيذ بزاف. اخواتي ما كيبغوش الثوم بودره، ديروا هذيك الثوم طريه. بالنسبه لهنايا في هذه اللحظه هذه غتحكوا واحد كيلو ديال المطيشات تقريبا، طحنوه مزيان تحيدوا ليه الزريعه. انا درت هذه اللي عندي في المجمد، صلصه واجده يعني غير دوب في الثلج، نسيت ما حيتهاش من قبل. نشلل هنا بواحد تقريبا غير واحد جوج معالق الماء، لان هادشي كله مطيشه وهداك الدنجال وداك الشرموله كلهم غادي يطلقوا لينا الماء. غادي نسد عليها هكا باقي بارده ونشعل ليها عافيه متوسطه، ونحسب ليها تقريبا 10 ديال الدقائق كتلقاو الدنجال ديالكم طايب وجاي معلك. غادي نخليها طيب وغادي نصوب معاكم واحد الكيكه بالتمر بدون سكر. قلت لكم قبيله في المقدمه ديال الفيديو شبه صحيه، فيها حوايج يعني هما اللي ما خلاوهاش تكون صحيه 100%. عندي هنايا واحد القياس ديال العجينه ديال التمر، اولا كتاخذوا تقريبا واحد 10 ديال التمرات وتغسلوهم مزيان تحيد لهم العظم وترطبوهم في واحد الكاس ديال الماء. عندي هنا ايضا 4 ديال البيضات، وغادي ندير واحد الكاس ديال الياغورت، وغادي نضيف في هذا الكاس هذا غادي نعبر كاس. هنايا ما كنتش عمرته وكملت يعني كملت، المهم عبروا نتوما كاس عامر مزيان من هذا الحك هذا ديال الحليب، وواحد اخر ديال الزيت. الا بغيتوا هتجيكم صحيه 100% ما ديروش داك الياغورت، وديروا زيت الزيتون في بلاصه هاد زيت المائده هادي، وغادي تجيكم ان شاء الله يعني نحيدوها، نحاولوا نحيدوها، لكن كتبقى لينا في الخميره كنبدلوها ببيكربونات الصودا. الناس اللي ما بغاوش الخميره، هنا عندي واحد الخليط ديال المكسرات، هادو هما اللي كنصاوب في ديك الحسه اللي كنبيع للاخوات، خديت منها واحد شويه هكا وكنصوبو هكا في الكيك اولا في مخبوزات. المهم كنصوبو بزاف، خلطت مزيان هاد الخليط هذا. وهنا غادي نضيفو الكاكاو. الناس اللي ما بغاوش يديروا يحليوها بالتمر ديروا لها الدبس ديال التمر الا كان عندكم. غادي نضيف المعلقه الثانيه، انا بغيت اللون ديالها يجيني يعني مغلوق مزيان، تكون فيها الكاكاو مجهده شويه. جوج ديال المعالق وغربلوهم، لان هو كيدير واحد الكويرات ما كيبغاوش يتحلوا الا حطيتهم مباشره في السائل. وهنايا غادي ندير جوج اكياس ديال خميره الحلوه، وغادي نحرك مزيان حتى يتخلط ليا هذا الخليط هذا. صافي غادي نبدا هنايا كنضيف الدقيق. انا عندي هنايا الزرع اولا القمح الكامل غربلتو حيت ليه النخله، هو باش غادي نصوب هاد الكيكه هادي. بالنسبه للدقيق ديما عينكم ميزانكم ما يجيش ثقيل بزاف باش ما تجيناش قاصحه، وما تكونش عاوتاني مطلوقه ناقص فيها الدقيق باش ما تهبطش لينا في الفران. صافي انا كنضيف حتى كترسموا داك الخط هكا ولا ديك الثمانيه هكا وكتبقى الفوق، صافي كتعرفوا انها هذاك هو قياسها. وهنا غادي ناخذ ايضا في هذه اللحظه هذه بالضبط راني شعلت الفران، يعني واحد تقريبا واحد دقيقه يكون سخون، والمول دهنتو بالزبده. ممكن ترشوا عليه الدقيق اولا الكاكاو البودره ديال الكاكاو حتى هي، وديروها طيب على يعني عافيه شعله ليها غير من التحت تقريبا واحد 180 حتى 200 درجه، وكنخليوها حتى كنشوفوها طلعات مزيان وكطلعت تحمر الفوق. صافي هو الدنجال ديالنا من بعد 10 ديال الدقائق هذيك لاصوص، شوفوا كي ولات. الا بغيتوا هاد لاصوص تزيد تختار، ولكن راه ملي كتبرد كتولي خاتره وثقيله، يعني بلا ما تعاودوا تشعلوا لها هكا باش يتشرب داك الماء ديالها. صافي غادي نخليها على جنب حتى نبغي نحطها معكم ان شاء الله وتشوفوا الشكل ديالو. الكيكه ديالي ها هي طابت، غادي نحيدها من الفران. دائما باش تعرفوا الكيكه واش طايبه كتدخلوا فيها واحد الموس اولا قطيب، ولا الا طلع ناشف صافي راه طايبه. هانتوما ما
ما خصوش طلع فيه كاع شي حاجه ديال العجين، غادي نخليها على جنب وغادي نصاوب واحد الصلصه نسقيو بها هاد الكيكه هادي كتكون زوينه. غادي نحتاج كاس شويه ديال الحليب، وغادي نحتاج ايضا واحد القياس ديال الشوكولاط، دوك الشوكولاتات ديال كالا. ديروا نتوما واحد 15 القطعه بحال هكا، وكاس ديال الحليب، واحد الرشيشه ديال الفاني باش تعطينا النكهه ديالو، وغادي نضيف جوج معالق ديال الكاكاو المر. هنايا غادي نردهم فوق البوطه باش نبقى نحركهم حتى كيذوب لينا داك الشوكولاط وكيطيب داك الحليب، وهذا الخليط كله كيولي واحد الخليط واحد. عافيه تكون مهيله وانا كنحرك، يعني ما توقفوش على التحرك باش ما تحرقش لينا. هنا ما خصناش نديرو النشا لان بغينا نسقيو هذيك الكيكه ديالنا، بغيتها تسقى بديك الصلصه، الا درنا النشا كتبقى غير الفوق. صافي غادي من بعد ما داك الخليط كله داب داك الشوكولاط وصافي وجدات لينا هاد الكناشه ديال ولا هاد الصلصه، ضفت ليها واحد القياس ديال دوك المكسرات اللي درنا وسط الكيك، يعني راه كيجيو زوينين. كتلقاو دوك الحبات ديال البيستاش والكاجو والنوازيت واللوز والزنجلان، يعني فيها كلشي بزاف ديال المكسرات، وحنا كنثقبوها هكا بالفرشيط باش ديك الصلصه تدخل لينا لداخل. وزوينه هاد الكيكه الا درتوها في الليل وخليوها تبات في الثلاجه حتى للصباح كتجي معلكه وكتجي يعني شاربه ديك الصلصه ديالها، ما كتبقاش ليها الفوق. هنا الا كانت الكيكه بارده تكون هاد لاصوص سخونه، والا كانت الكيكه سخونه العكس تكون هاد الصلصه هادي تكون بارده. ها هي الكيكه ديالنا بعد ما سقيتها مزيان مزيان. هنا غادي نحط هذاك الطبق ديالنا ديال الدنجال، يعني غادي ننزلو فواحد الطبق بحال هكا، ممكن نقدموه بارد وممكن نقدموه سخون، هو كيجي لذيذ في جميع الحالات، وهاديك لاصوص ديالو كتبقى هكا. بالنسبه للزيت من الاحسن نديرو زيت الزيتون باش تعطينا واحد اللذة لهاد الطبق ديالنا. هذا هو الشكل ديالو، وغادي ندوز نقطع معاكم حتى الكيكه باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل، وهذيك التعليكه اللي كتكون فيها في الداخل ديالها. بالنسبه للكيكه هنا راه جلست واحد المده شويه في الثلاجه، هانتوما شوفوا شوفوا فين وصلت ليها لاصوص، يعني دخلات بدوك دوك الثقوب اللي درنا بالفرشيط دخلات حتى للداخل. ايوا هادو هما الاقتراحات ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله يعجبوكم، وما تنساونيش من واحد اللايك للتشجيع كما العاده، الله يجعله في ميزان حسناتكم. هادو هما الاقتراحات اللي شاركت معكم اليوم، الكيكه والطبق ديال الدنجال. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم والطريقه ديال التنظيف ديال الغساله. وصلنا لنهايه الفيديو، الى اللقاء.